هذه الصور التي تظهر على الشاشة الآن هي مشاهد لانفجار أحد الأجهزة اللاسلكية داخل منزل في بلدة قناريت جنوب لبنان. إذن هذه الصور التي وصلت للحدث، وهذا الدخان يأتي وفقا لمصادرنا نتيجة انفجار جهاز لاسلكي داخل أحد المنازل في جنوب لبنان. يعني طبيعة الصوت الصادر من جراء هذا الانفجار ربما يثير العديد من الأسئلة. يعني أنا أدرك بأنه الدكتور عماد أنت لست مختصا في هذه الشؤون ربما، ولكن لا أدري يعني هل فعلا انفجار جهاز لاسلكي يحتفظ به بمنزل بعيادة بمستشفى في مكان ما له المقدرة على الانفجار والانفجار بهذا الشكل؟ هل يعني من الطبيعي ذلك؟ موضوع بالنسبة لي على الأقل أتكلم عن نفسي بأنه جدا مستغرب أن يحدث هكذا نوع من الانفجارات. طبعا أستاذ رشا أنا لست متخصص كما تفضلت حضرتك، لكن خلينا أقول ببساطة شديدة أنه انفجارات اليوم أو ما حدث اليوم يختلف عن ما حدث بالأمس. بالأمس كانت إصابات شخصية في الوجه، في الأيدي، في المناطق العليا من الجسم أو في المنطقة الوسطى من الجسم، في انفجار محدود من النتائج، بمعنى أنه بالفعل أدى إلى مقتل 12 شخص حتى الآن. لكن انفجارات اليوم يعني لا نتوقف عن العدد المذكور حتى اللحظة، لأنه لو تابعنا بالأمس هنلاقي الأعداد بتزيد كل شوية. الأول قالوا 500 800 وصلنا لقرب 3000. امبارح برضو ما نعرفش كم قتيل من الذين كانوا يحملون البيجرز على الأراضي السورية، سواء من الحرس الثوري أو من أنصار حزب الله. لكن يبدو اليوم أن الجهاز مختلف، لأن هذه الأجهزة التوكوكي هي أجهزة أكبر حجما، وبالتالي ربما، وأنا لست متخصص، ربما يكون حجم المتفجر أو طريقة التفجير أتت بنتائج أعلى وأخطر، لأنه التفجيرات اللي بشوفها على شاشاتكم هي تفجيرات لتوازن تفجير داخلي، توازن تفجير قنبلة صغيرة أو تفخيخ لأمور من هذا النوع. بالتالي ربما تكون هذه الأجهزة مفخخة بحيث أن تأثيرها يكون أكثر، وبالتالي الضربات المتلاحقة بتعمل عدم توازن عند الطرف الآخر بحيث أنه فقد الاتزان. نحن لم نستمع إلى أي تفسير ولا أي مبرر، وبالتالي ربما تكون هذه مقدمة. يعني إذا وضعنا كل الأمور جنب بعضها قيل أن هذا الأمر كان معدا من أجل تنفيذه قبل القيام بعملية برية ضخمة بحيث تقطع الاتصالات بين قادة حزب الله وقادتها العسكريين والسياسيين وغيره، لكن هم قرروا التعجيل بها خشية اكتشافها. وبالتالي من هنا يمكن قررت إسرائيل وقرر الجيش الإسرائيلي بدل ما يغامر باجتياح بري ستكون له خسائر بالتأكيد،